اليوم كانت الانطلاقة الرسمية ديال الموسم التكويني 2023-2024 بالنسبة للمتدربين الجدد ديال مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. المسجلين في السنة الأولى واللي كيبلغ العدد ديالهم 135 ألف متدرب. بالنسبة للمتدربين السنة الثانية والثالثة انطلاق التكوين عندهم كان يوم الثلاثاء الماضي. هذا الدخول التكوين ولهاد السنة التكوينية كتميز بعدد من خصوصيات بما أنها استفدت من نتائج المشاريع اللي جات بها خارطة الطريق الجديدة لتطوير قطاع التكوين المهني، وكذلك المشاريع اللي طلقها مكتب التكوين المهني في الخمس سنوات الأخيرة. المستجدات ولا المميزات الخصوصيات ديال هاد الموسم التكويني، أولا هو واحد التوسيع مهم ديال عرض التكوين عبر إطلاق التكوين في ثلاث مدن المهن والكفاءات الجديدة ديال الجهات طنجة وبني ملال والدار البيضاء، بالإضافة إلى انطلاق التكوين على مستوى 13 مؤسسات تكوينية كتخص من جهات المملكة. هذا الشيء كيجعل العرض التكويني ديالنا اليوم كيشمل 411 مؤسسة تكوينية، وكيوفر واحد العرض إجمالي ديال 410 ألف مقعد بيداغوجي بالنسبة لسنة 2023-2024. الخاصية الثانية ديال هذه السنة التكوينية هو واحد تجديد مهم ديال عرض التكوين، بما أن 205 على 276 ديال التخصصات اللي كيقترحها عرض التكوين بالنسبة للتكوين المتوج بديبلوم هي نتيجة ديال الهندسة التكوينية الجديدة اللي جات بها خارطة الطريق، واللي كتجيب مهن جديدة أو برامج تم تحديثها. الخاصية الثالثة لهاد السنة التكوينية هي أنه كان واحد الطلب جد مهم على المقاعد البيداغوجية، بحيث أن سجلنا ما متوسطه 4 ديال الطلبات على كل مقعد بيداغوجي بالنسبة لجميع المستويات مجموعين، واللي وصلت حتى 8 ديال الطلبات على كل مقعد بيداغوجي بالنسبة للمستوى التقني المتخصص. بالنسبة للمدن المهن والكفاءات، هاد الطلبات بدأت من 8 طلبات على كل مقعد بيداغوجي، وصلت ل 15 طلب على كل مقعد بالنسبة للمستوى التقني المتخصص. هاد التطور المهم ما خش فقط الأعداد، بل كذلك النوعية ديال الجودة ولا ديال الناس اللي بغاو يتسجلوا في مكتب التكوين المهني، بحيث ان ثلثين ديال المسجلين حاصلين على البكالوريا، مع العلم ان مستوى التقني المتخصص يلاه كيوفر ثلث ديال العرض التكويني. دونك عندنا ثلث اخر ديال الناس حاصلين على البكالوريا مسجلين في المستويات ديال التقني ولا ديال لا كاليفيكاسيون مستوى التخصص. بالنسبة للمستجد الآخر هو أن الثلث ديال المسجلين في المكتب عندهم حاصلين على البكالوريا بميزات مستحسن فما فوق، و 10,000 منهم عندهم معدل كيفوق 14، و 1,000 منهم عندهم معدل أكثر من 16 بالنسبة في الباك ديالهم.